معي من أربيل أميرة عبد الخالق، مسؤولة الإعلام في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة أميرة. إذا وفق منظمة الأمم المتحدة، أسوأ توقعات جاءت من حيث ماذا؟ عدد المتضررين لو نفند أكثر، نوع التضرر، آثار هذا الضرر طويلة الأمد ربما اختلافا مع حالات أخرى. أهلا وسهلا. أيوة نعم، الأضرار كثيرة، يعني مع تحرير الموصل والشكر للحكومة على كل الجهود اللي هم عملوها، لكن في الأضرار الإنسانية كبيرة جدا جدا، و ففي أزمة النزوح كما قلت حضرتك، يعني تقريبا في 940 ألف نازح من الموصل خلال الشهور اللي فاتت من أكتوبر 2016. في كمان في احنا يعني المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتطالب حماية المدنيين، ولما تكون يعني في كمان أضرار إنسانية كبيرة زي ما حضرتك قلتي، الأضرار النفسية للأطفال بالذات وللكبار كمان. طيب، عندما تطالبون بحماية اللاجئين هؤلاء، اعذريني سيدة أميرة، ممن تطالبون؟ من مفترض أن يقدم الدعم؟ وأنتم ما دوركم بهذا الصدد؟ نحن دورنا حماية المدنيين أيضا، لكن في خروج المدنيين لسه في مئات المدنيين موجودين بالموصل. في عودة المدنيين، نطالب العودة الآمنة للمواطنين، يعني في ناس ابتدت ترجع بس عشان تشوف بيوتها، هل بيوتها لسه موجودة؟ لكن المنطقة لسه فيها آثار الحرب كبيرة جدا، لسه في ممكن آثار قنابل ولسه موجودة جوا، يعني المنطقة لسه ما لم يتم يعني إنهاء الوضع فيها، يعني التبعات والمخلفات هي أكثر ربما أسوأ مما توقعتم. أعود إليك سيدة أميرة عبر الهاتف من بغداد. جبار مصطفى، عضو الفريق المشترك لإجلاء وإغاثة نازحي الموصل، معنا عبر الهاتف من بغداد. إذن مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جبار. مرحلة جديدة دقيقة جدا وصعبة في الوقت نفسه وفي كل القراءات اليوم، كيف بدأتموها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا منذ بداية تحرير الموصل، وطبعا كان الساحل الأيسر سهل جدا أن ما كانت هناك أي أضرار تحسب، وعدد النازحين كان أقل طبعا، حدود 176 ألف، بينما الأيمن 766 ألف، يعني ما مجموعة 942 ألف و463 نازح من مدينة الموصل. المخيمات اللي عندنا حاليا 853 و800 نازح، 853 ألف و800 نازح. طبعا أكو برنامج لإخراجهم وإعادتهم إلى بيوتهم اللي ما تعرضت إلى دمار وآمنة بالأيمن والأيسر، واللي عددهم حدود 242,616. الحقيقة بالنسبة إن إحنا عانينا من الساحل الأيمن، خصوصا المناطق القديمة، المناطق القديمة اللي انحصر بها قيادات داعش وقواته في منطقة الميدان والشفاء. هاي المناطق طبعا كانت العوائل أكثرها والنساء والأطفال هي تحت السراديب، والباقين كانوا المقاتلين الإرهابيين يقاتلون. طبعا تم قتلهم بضربات الطيران التحالف وقطعات جيشنا، لكن خرجوا الأطفال والنساء صحيح فيهم جرحى، يعني خلال المعسكر الأخير، المنطقة الضيقة الأخيرة والمرحلة الأخيرة، يعني أكثر من 170 حالة إحالة إلى المستشفيات، جروح بسيطة أو حروق. والحمد لله والشكر طبعا إحنا بالنسبة أن المنظمات الدولية كلها موجودة ويانا يوما بيوم، بالإضافة إلى المنظمات المحلية، بالإضافة إلى الوزارات اللي موجودة ويانا، الهجرة والمهجرين، فيما يخص الطعام والإغاثة الصحية مستمرة لهم.
طيب جيد لكن سيد هذا جبار، واقع الحرب بالنسبة لي. صحيح طبعا، وطبيعة بطبيعة الحال هذه المخلفات حتى لو قدرها فاق توقعات للأسف. من أعود لسيدة أميرة عبد الخالق. سيدة أميرة، تحدثنا عن مأساة، هناك وصف دائما للمأساة ولصعوبة الموقف، هل من تحضيرات ربما على الأقل تدعو للتفاؤل ممكن أن نتحدث عنها؟ نعم صح، في تعاون كبير جدا بين منظمات الأمم المتحدة مع الحكومة بالذات، في تعاون وثيق مع المنظمات المحلية كمان، فالتعاون موجود في توفير المياه والأكل والرعاية الصحية والنفسية والمأوى، فكل الجهود كبيرة. في كمان احنا يعني طلبنا، كانت المفوضية طلبت دعم مادي علشان مساعدة المواطنين، وكمان لمساعدة المواطنين اللي عايزين يرجعوا، يعني لما يحبوا يرجعوا بشكل آمن في مساعدات. احنا طالبين 126 مليون دولار لمساعدة الناس اللي هي خارجة من الموصل في احنا اللي هي المخيمات. المخيمات في 19 مخيم على مستوى الموصل ونينوى، محافظة نينوى بتستقبل النازحين، منهم المفوضية السامية عندها 13 مخيم. طيب الحديث يطول عن هذا الموضوع، خاصة بالرقم الذي تحدثت عنه، يعني رقم كبير. طبعا سيكون لنا وقفات بهذه المرحلة على هذا الموضوع، هذا المبلغ إمكانية تقديمه وكيف يوزع. أنا أشكركما سيدة أميرة عبد الخالق مسؤولة الإعلام في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كنت معنا من إربيل. من بغداد سيد جبار مصطاف عضو الفريق المشترك لإجلاء وإغاثة نازحي الموصل، شكراً.